طبعا قطاع الناشئين بشكل عام يعني احنا الحمد لله من القطاعات اللي احنا ماشيين بخطى ثابته بقالنا فتره طويله قوي، وده باين والحمد لله. يعني فميزتنا ان احنا بنحاول ان احنا مش زي الانديه، احنا ممكن بننافس على البطولات بس احنا بنحب نبني لاعب. يعني التارجت بتاعنا ان احنا نبني لاعب ينفع نادينا ومنتخباتنا. واعتقد برضو الفترة الأخرانية احنا أغلبية اللعيبة اللي موجودة في مصر النجوم أغلبيتهم الحمد لله من قطاع عندنا. يعني احنا بنهتم بالمدرب اللي هو يقدر يكتشف الموهبة، واحنا السنة دي عملنا اختبارات كتير قوي. السنة دي تحديدا يعني تخطينا تقريبا 25,000 لاعب عشان نقدر نطلع بموهبة في القطاع البراعم أو حتى في المراحل السنية المختلفة. بس الموهبة ما بننتقيها بنبقى عارفين ان احنا هننميها ازاي. عندنا زي ما قلت لحضرتك كل حاجة، حتى التغذية حتى الدكاترة. عايز اقول لك ان احنا السنة دي في جهاز نفسي او دكتور نفسي موجود معانا، عشان برضو في سن معين كده في فترات بالنسبة للعيبة بيحصل له تطور فسيولوجي، بيحصل له تطور في حاجات كتيرة، هو بيبقى بيئة جاي لبيئة تانية. فكل الحاجات دي احنا بنحاول ننمي الموهبة من خلال دي. يعني ممكن يبقى الولد موهوب جدا بس البيئة اللي هو فيها ما تساعدوش ان هو، فاحنا بنحاول ننقله من البيئة دي للبيئة ازاي ان هو يبقى لعيب كرة محترف، لعيب كرة مميز. هو ده اللي احنا بنحاول ننميه. قطاع البراعم موجود أربع فرق بتلعب منافسات وفرقة تحضيري. أربع فرق منافسات 2010 2011 2012 2013، وعندنا كمان فرقة تحضيري اللي هي تجهيز 2014، وفي بعض منهم حوالي أربع أو خمس لعيبة 2015 كمان. دي من ضمن الحاجات اللي أنا بعتبر ميزة للقطاع البراعم في إنبي، إنه من زمان هو دايما بيعمل فرقه تحضير بتبقى سبورت يعني موضوع طويل لا ينتهي. الحمد لله احنا كاد تقريبا متصدرين كل الاعمار السنيه في المجموعات اللي هي احنا مشتركين فيها، يعني في دوري منطقه القاهره. وده الحمد لله يعني باين من الشغل والبرنامج الموضوع للاولاد من خلال الكابتن جمال وبمعاونه الكابتن احمد سمير وكابتن ايهاب. يعني احنا عندنا عناصر متميزه جدا والحمد لله. يعني بالنسبه لنا احنا بنلاقي كل الدعم يعني من خلال مجلس الاداره الجديد بالتحديد برئاسه الاستاذ ايمن الشريعي. ده احنا شايفينه ولامسينه في الفتره الاخيره، وده بيخلينا ما نبذل كل الجهد في ان احنا نحسن النتائج والاداء بالنسبه للقطاع. يعني الحمد لله ماشيين بفضل الله. اول ماشيين تحت قياده الكابتن جمال السيد مدير فني قطاع براعم، كابتن احمد سمير بيبو نائب مدير فني قطاع براعم، كابتن هاب سوقي برضه مدير فني قطاع براعم. بفضل الله عندنا احسن لعيبه في مصر، عندنا لعيبه مميزه جدا، عندنا لعيبه بتتميز بالسرعه بالكوره زي ما قلت لحضرتك في بدايه كلامي. ماشيين تحت قياده الكابتن جمال السيد. طبعا في برنامج تدريبي بادئين من بدايه الموسم بفضل الله بخطه ثابته، من ماتش لماتش الحمد لله في تحسن كبير. عندنا لعيبه مميزه جدا، عندنا في كل خط بيتميز، عندنا في كل خط تقريبا من خط الظهر عندنا اربع لعيبه مميزين. خط في مثلا ناحيه اليمين ناحيه الشمال عندنا في كل مركز لعيبه اثنين وثلاثه افضل من بعض. في منافسه كويسه جدا بينهم، في منافسه شريفه جدا بينهم. كلهم ماشيين بخطه ثابته الحمد لله. ماتش عن ماتش عن ماتش بنفرق، ماتش عن ماتش الحمد لله العظيم. الحمد لله في خطه ثابته، في مكسب ورا مكسب الحمد لله. ماشيين بدأ كويس يعني ثابت الحمد لله. قطاع ام بي الناشئين طبعا الحمد لله بفضل الله. يعني اعتقد حضرتك عارفه والجميع المشاهدين ان ام بي من اميز قطاع البراعم والناشئين في الانديه. ولينا كل الدعم طبعا من رئيس مجلس الاداره والرئيس النادي ورئيس رئيس القطاع الناشئين كابتن محمد اسماعيل، وطبعا واقف معانا وكل الدعم ليه، وكابتن جمال السيد طبعا بصراحه حاجه على اعلى مستوى، طبعا موفر لنا كل الامكانيات وكل الدعم ليه في سبيل ان احنا نأدي عملنا ونطلع اللعيبه تفيد البراعم، تفيد القطاع الناشئين وتفيد النادي بشكل عام. يعني فريق 2012 الحمد لله ماشي اول، كسب كل الماتشات اللي لعبها مع مدير فني محترم كابتن محمد خالد، كابتن حسن شيكا، ومعانا مدير اداري كابتن ليس مختار. في نظام وفي استقرار الحمد لله. يعني بنتمنى من ربنا البطوله تكون مناسبنا ان شاء الله. بس انا عايز اطلب حاجه بس مهمه بتقابلنا في شغل زي عواقب. معظم اللعيبه عندنا ما بتعرفش تخرج من المدرسه، بتخرج بصعوبه. ف
ففي في ما بينفذوش يعني، يعني احنا بنعمل جواباتنا وبنختمها وبنختر بيها المدارس على اساس اللعيب ده يخرج في اليوم الفلاني الساعه كذا، ما بيقولش الكلام ده، بيخرج بيجي ولي الامر يقول لي انا خارج، بيجي التمرين متاخر، طب في ايه؟ يقول لك مدير المدرسه ما مشهوش. فانا بناشد من هنا وزير التربيه والتعليم يدي تعليماته لمعظم المدارس ومش كل المدارس برضه، ان هي يبقى في تسهيلات للاعيبه الكره اللي هم في الانديه، مش انبي بصفه خاصه، لا بصفه عامه في مصر كلها، لان ديت مشكله بتقابلنا كلنا في شغلنا وبتقابل اولياء الامور.